يمكن كلنا تابعنا الاخبار المهمه كمان اللي سمعناها الايام اللي فاتت عن مساله الاعلان عن الانتهاء من مشروع خفض المياه الجوفيه في منطقه ابو مينا الاثريه. اللي ما يعرفش عن هذه المنطقه، هي بتعد من اهم المناطق الاثريه القبطيه الموجوده في مصر، وكمان كانت مسجله على قائمه التراث العالمي في اليونسكو، لكن للاسف حصل مشكله في المياه الجوفيه هناك وخلت هذه المنطقه تكون مهدده بالخطر. خلونا نعرف الجديد في الموضوع والتفاصيل من الدكتور اسامه طلعت، رئيس قطاع الاثار الاسلاميه والقبطيه واليهوديه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تقول لنا يعني اخبار مساله التطوير ايه في هذه المنطقه وانقاذها من انها تكون مهدده بالخطر، ورفعها كمان من القوائم منظمه اليونسكو انها تكون مهدده بالخطر في هذه المنطقه، منطقه ابو مينا الاثريه. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على الشعب المصري كافه. هو زي ما حضرتك قلت كده في المقدمه، منطقه ابو مينا هي منطقه اثريه مصريه قبطيه فريده، مش على مستوى مصر بس لكن على مستوى العالم كله، موجودة أو تقع في على بعد حوالي 12 كيلو غرب مدينة برج العرب بالقرب من الإسكندرية. سجلت المنطقة كأثار سنة 1956، وفي سنة 1979 تقدمت مصر بملف لمنظمة اليونسكو لتسجيل موقع أبو مينا ككل لإدراجها في قائمة التراث العالمي، على قائمة التراث العالمي. تمام. أبو مينا أو الشهيد مار مينا مصري كان جنديا في الجيش الروماني، ثم في عصر الامبراطور دقلديانوس عندما بدا الاضطهاد الديني لمسيحيه مصر، يعني هرب من الخدمه العسكريه واعتنق المسيحيه، ولذلك يعني امر بقتله وقتل ودفن في هذه القريه التي حملت اسمه فيما بعد عرفت باسم مار مينا او ابو مينا. في سنه 2001 نتيجة توسع في استصلاح الأراضي الزراعية في منطقة برج العرب والري بالغمر، ارتفع منسوب بالمياه الجوفية بالضبط كده تحت القرية. هي قرية كاملة فيها مجموعة من الآثار هنتكلم عنها لو في وقت نبقى نتكلم عنها إن شاء الله، لكن أدت لارتفاع منسوب المياه الجوفية، والبئر الذي يشتمل على قبر الشهيد مار مينا غمرته المياه، ولذلك اليونسكو في 2000 اليونسكو وضعته في 2001 على قائمه التراث المهدد بالخطر، ودي طبعا كانت حاجه مش كويسه. طبعا طيب يعني واضح ان في حكايه تروى هنا على قصه الشهيد مار مينا. طبعا انا طبعاً عايز اعرف وطبعا دي ممكن ده يعني مكان الحج، ده من اشهر اماكن الحج المسيحي المصري. ايوه في مصر يعني هرب من الجيش الروماني ودخل المسيحيه قول لي طيب اللي لقيناه ايه غير القبر؟ طبعا هو في مجموعه من المباني عظيمه جدا، يمكن اكبر بازيليكا او كنيسه بازيليكيه الطراز موجوده في المكان، بنسميها الكنيسه الكبرى، في ساحه الحجاج، في كنيسه التعميد، في كنيسه القبر اللي في وسطها، في القبر اللي فيه قبر الشهيد مار مينا، في فندقين، في حمامين عموميين، حمامين كبار مش مش بس فندق فندقين وفندقين. أو الفنادق كانت موجوده وقت يا فندم طبعا، لان دي لسكن الحجاج الذين كانوا يفدون على لزياره والتبرك واخذ الماء المقدس والقوارير الشهيره بابو مينا اللي وجدت في صقليه وغيرها من الحجاج اللي زاروا المكان ده في العصور الوسطى. وزارة السياحة والآثار طبعا يعني وبالتعاون مثمر ودائم مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة ومحافظة اسكندرية، من 2019 بدأ مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بتمويل ذاتي من وزارة السياحة والآثار، المجلس الأعلى للآثار، تكلف حوالي 50 مليون جنيه دفعها المجلس الأعلى للآثار كنفقات على هذا المشروع. وبالفعل والبشرة الطيبة أن بالفعل انخفض منسوب المياه الجوفية وظهر بئر القبر كاملا، وتجري الآن في الموقع أعمال الترميم والتطوير، وطبعا ده بالتوازي مع يعني لم يكن لينجح إلا بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري اللي هم يعني ساعدونا، ومع مركز بحوث الري والمياه والصحراء، ووزاره الزراعه بتحول المنطقه من ري الغمر الى طيب ري يا دكتور يعني نقدر نفهم من حضرتك ان عمليه الترميم بتتم من غير ما يحدث اي ضرر لهذه المنطقه، وخطواتنا بقى القادمه
لرفع منطقة مارمينا من مسألة أنها تكون موجودة على قوائم الآثار المهددة بالخطر في منظمة اليونسكو. بالضبط، تم دراسة الأسباب التي أدت إلى وضع المكان على قائمة التراث المهدد بالخطر، ويتم الآن تنفيذ التوصيات اليونسكو وإزالة كل المعوقات والأسباب التي وضعته على قائمة الخطر، ويتم الآن يعني من خلال إدارة المنظمات والعلاقات الدولية بوزارة السياحة والآثار إعداد الملف لتقديمه لليونسكو لرفعه إن شاء الله من قائمة التراث المهدد. في جدول زمني يعني نقدر نقول إن في وقت معين حننتهي من ده ولا لسه ما فيش؟ مشروع الترميم شغال على قدم وساق، مشروع تخفيض المنسوب شغال وده مستمر، يعني مش هيجي وقت ونقول خلاص هنوقف هيرجع المية تاني. الزملاء في العلاقات الدولية بيجهزوا ملف بالفعل، لأن ده مرتبط بمواقيت ومواعيد لجان محددة في اليونسكو. إحنا يعني زمايلنا المسؤولين على هذا الملف بينسقوا مع اليونسكو وبرضه من خلال وزارة الخارجية، يعني مجموعة من الوزارات بتتدافع يعني جهودها مع بعض. إمتى مثلا دكتور؟ مفيش سيناريو معين يعني نقدر نقول مثلا السنة الجاية كمان ثلاث سنين ان شاء الله في يعني في 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 غضون يعني قد ايه مثلا؟ في غضون ان شاء الله نامل، احنا بنجتهد بس احنا مش عارفين النتيجه هنوصل مثلا ان شاء الله في خلال سنه باذن الله. سنه يعني ده المتوقع؟ يا رب يا رب. المتوقع سنه يعني ان شاء الله. دكتور اسامه كمان عايز اسال حضرتك عن مسار العائله المقدسه واخر التطورات في هذا الشان. هذا ملف اخر يعني 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 يحظى يعني بتوجيه وبرعايه اهتمام طبعا من القياده طبعا من فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوله رئيس الوزراء والوزارات المعنيه بشكل رئيسي، طبعا هي وزاره التنميه المحليه ووزاره السياحه والاثار. تم افتتاح مجموعه من النقاط، احنا طبعا عارفين مسار العائله المقدسه هو حوالي عباره عن 25 نقطه بتبدا من العريش للفرمه لبلبيس لما كان موضع القاهره وأماكن أخرى وصولا لدير درونكا جنوبا في أسيوط. من المواقع يعني في بعض النقاط تم افتتاحها بالفعل زي كنيسة السيدة العذراء وشهيد أبانوب في سمنود، في تل بسطة، في كفر الشيخ، كنيسة كفر الشيخ، النقطة كلها اتفتحت والآن يجري العمل على قدم وساق بإذن الله لافتتاح نقطة مسار العائلة المقدسة في جبل الطير في محافظة في مركز صمالوط محافظة المنيا. البرج والكنيسة الأثرية بدير المحرق تم ترميمهم بالفعل، وتقوم التنمية المحلية الآن بإعداد الموقع العام لافتتاحها إن شاء الله. هو عموما يعني العائلة المقدسة اللي ذكرتها دي أعتقد إن هي كمان ملف مهم جدا مصر محتاجة تشتغل عليه الفترة اللي جاية، لأنه أعتقد إن من أهم الحاجات اللي ممكن تسوق للسياحة المصرية تجذب نوع آخر من الجمهور إن هو يجي، وده عندنا من سنين بس إحنا مش عارفين يعني نبروزه أو نطوره. فجهود يعني شكرا لحضرتك طبعا، وشكرا لكل العاملين في مجال الآثار. الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية نورتنا يا فندم، وشكرا جزيلا لحضرتك.